هادشي اخويا وقع ما بعد صلاة العصر، مع هاديك ميقات الربعة أوناس الخمسة قلت ولود حالة هكا. هادشي أنا كنت في السوق باركين في الباب كنترزقوا على الله خدامين عادي، تشكي كنمشي أنا وصاحبي كنوصلو كيقضي واحد الغرض وكنرجعو من راجعين في الطريق كشبلنا الدخان، كنقول لي هذا راه السوق راه 100% 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
نشد في السطور امشي واخا الموطور مازو. قلت له راه الموطور كبير راه هو اللي غيكون داير هادشي، حيت انا عارف بحكم انا والدرب غنلف وكابر في هاد السوق وعارف اشنو كاين فهمتي، ولا ضربت بازيت على العافيه في كاينه عارف شنو كاينه، جيت الموطور صافي هذيك دخلنا حنايا بدا كيدوز بنادم بالطوموبيلات داكشي كيدخل، تحاربنا مع بنادم خرجنا حيت السوق غيتخلط الناس حاطه العشاء هنايا فهمتي ولا لا، ما يمكنش لينا حنايا ولاد السوق كبرنا هنايا ما يمكنش لينا حنا فهمتي ولا لا خويا، ما نخن نسخ الله كاع ومتنا ماشي مشكل عادي ما عندناش مشكل فهمتي ولا لا، حنا السوق اخويا عشنا فيه وكبرنا فيه وعارفين شنو كاين فهمتي ولا لا، عندنا غير عليه حنا ما يهمناش نديرو لاباس، المهم هي المصداقيه من الاخر قبلها ولا ما تقبلهاش، المهم هي المصداقيه الحمد لله بخير صحيحه الحمد لله فهمتي ولا لا، كون شفنا هادشي راه ضراتنا خاطرنا ودور وري الناس الخسائر اخويا وشوفوا داكشي حتى هو فهمتي ولا لا الاخ، دور وريهم دور هادشي راه محالات هادو راه محالات هولو ها انت شوف دور هي الا بغيتي تحاول تجي جيت العافيه ماش وقع هادشي اخويا ميم با خويا الربعه وناص الخمسه قلت بحال هكا هذا هو التوقيت خمسه ما بين الربعه ونص الخمسه هذا هو اللي كاين هادشي اللي وقع اخويا شي فلوس مشاو خويا بالنسبه للمحل اللي تحرق هو الاول في وجهه مشى لي المحل كامل حيت كيبيع الجمله عنده الكولا عنده التوليو عنده الالومنيوم عنده البلاستيك عنده العود فهمتي ولا لا، هذاك مشى عاد مش واحد السيد حداه واحد السيد اخر واحد السيد اخر ما مشيش منيت المحلات اخو ما بيناتهم شي شمريات المحلات وحفظ الله وحفظ الله العافيه رب بالحر ديالها كانت كتضرب شي لهنايا وكترجع ربي السارك واش درت شي باش انا راه ما يرجعوا فيها والو. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.